بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع نصيحة الجمعة تحت عنوان أنفق مالك في الحلال وتصدق على المحتاجين واحذر من عاقبة السوء. الله سبحانه وتعالى أعطانا المال ما سمي مالا إلا لكون النفس تميل إليه. هذا المال هذا غادي يحاسبنا الله عز وجل عليه جوج حسابات: مما اكتسبته واش حلال ولا حرام، وفيما أنفقته واش في الحلال ولا في الحرام. وشي وحدين ابتلاهم الله عز وجل بالغنى والثراء، ويعرفوا الإنسان بأن هذه الدنيا هذه دايره بحال واحد الخطاكة، إلا كنتي تحت منه مرت وإلا كنتي فوق منه مرت. خصك تجي مع داك الخط معنى الكفاف والعفاف والغنى عن الناس. ثم الغنى ماشي بشحال عندك، الغنى ليس كما جاء في الأثر بكثرة العرب، وإنما الغنى غنى النفس. هاد اليامات دابا ديال الصيف والعراسات والفيديوهات الكثيرة تنشوف شي حوايج أتألم لها. تتصلك وحده صرحات من هاد المغنيات قالت لك انا شديت في واحد الساعه اللي حضرت فيها في شي مناسبه من المناسبات ديال الاعراس 120 مليون، ولكن الشركه اللي جابتني ودرت معايا النص بالنص، بمعنى هي شدات 120 الشركه وهي شدات 120، بمعنى ان هذاك الليله اللي حضرت غير هي وحده وربما تصيب مغنيين اخرين شدت الشركة 240 مليون. شغادي تقول لنا هاد المغنية كاع في حين أن الناس يتضورون جوعا ويتألمون من كثرة الأمراض والأوجاع والأزمات الاقتصادية؟ واش نفكروا فيهم ولا لا؟ لأن السيد ربي سبحانه وتعالى قد باش يجعل البشر كلهم غني، ولكن ابتلنا. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمان، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. كلا، راه هذاك اللي عطاه الله عز وجل المال راه ابتلاء وامتحان، واللي حيد ليه المال راه ابتلاء وامتحان. فلهذا خص هذاك اللي عطاه الله المال يعرف بأنه هذه الدنيا هذه فيها امتحان، وخصو يوفر هذا الشيء هذا للدار الآخرة، ويستحضر الميزان ديال سيد ربي سبحانه وتعالى قبل فوات الأوان. عباد الله، أمن الله عز وجل بالتدبر ديال القرآن الكريم باش ننتفعوا من الخيرات ديالو والفيوضات ديالو النورانية، باش نهتديو به في دنيانا ونجدو الثمار ديالها في آخرتنا. فهذا القرآن الكريم ترشدنا الميزان ديال علام الغيوب، وتقول سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: فمن أبصر فلنفسه. عندك يسحبك صاحب الأموال يا صاحب الثراء، وعاود شتها المغنية هذه اللي تكلمات وقالت لك شدت هي 120 مليون في شي مناسبة من المناسبات، واحد هز خنشة ديال الفلوس وتيهز من يدي ويلوح ليها هي، وهذوك اللي كارد كور جالسين تيجمعوا. الله عز وجل قالنا: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. نسب الله عز وجل هذه الاموال هذه ليكم انتم المسلمين، وقال لكم بحال هاد السفهاء تيخصكم تمنعوهم من التصرف هاد الشيء هذا لانه ما داروش حسن القسمه. وهاد الناس هادو عندك يسحابهم بان مرات يتبرعوا هما وراهم مزيان. لا، راه كل حاجه ضيعوا فيها هاد القانون ديال الكون غادي يرجع لهم بالسوء على نفسهم. فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها. وقال سيد ربي سبحانه وتعالى في سوره الجاثيه: من عمل صالحا فلنفسه. وقال سبحانه وتعالى في سوره لقمان: ومن شكر فانما يشكر لنفسه. وقال سبحانه وتعالى في سوره فاطر: ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه. وقال سبحانه وتعالى في سوره العنكبوت: ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه. وقال سبحانه وتعالى في سوره النمل: فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه. وقال سبحانه وتعالى في سوره محمد: ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه. وقال سبحانه وتعالى في سوره الفتح: فمن نكث فانما ينكث على نفسه. وقال سبحانه وتعالى في سوره النساء: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. فهذه الآية السابقة هي قانون كوني
إلهي لا يتخلف عبر العصور، واللي تتضمن الميزان ديال علام الغيوب، وتتوضح لنا المسؤولية الفردية والتحمل ديال النتائج ديالها في أوضح صورة وأقوى عبارة في التأكيد ديالها. هذا الكلام هذا قلنا عام، وشحال من ثري وشحال من غني نفق وانا تنقرا في شي مقال من المقالات شي واحد من الاغنياء الاثرياء في الشمال ليله وحده في عرس صرف فيه، وحنا نقولوا خسر فيه 500 مليون سنتيم. قال لك شي واحد اش دار اليوم في الماكله؟ ماشي الماكله، راه شد هذا المغني تصيب بشي 300 مليون وهذا 120 مليون وهذا كذا كذا كذا، اما الماكله راه فممنوع عليهم، هاد النعم ديال سيد ربي ممنوع وتيسحبه هو، راه الطبيب اللي منعو. قال لي سيد ربي فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم. فلهذا نعطي واحد النموذج مثال، يا ايها الاثرياء يا ايها الاغنياء يا من تفتخرون، شي واحد تنعرفو مات رحمة الله عليه عنده واحد لوطيل كبير وكذا، ودار واحد العرس وطلب واحد القصر، طلب واحد القصر، هاد القصر هذا مولاه تيطلب فيه 3 المليار، 3 المليار، طلب واحد القصر باش غادي يدير فيه عرس، وجد شي 20 حولي، كل طبلة فيها حولي ولا أكثر من 20 حولي على حسب 20 طبلة، ما جابوا هذاك الحوالة حتى لشي 2 د الليل، لأن داك التريتور تعطل، وحيت تحطوا الحوالة ما طايبينش، وشدوا داك الحوالة كلهم ودارهم في الطراق صحفروا حفرة ولحوهم في الأرض وغطاو عليهم، فلم يستفيد منهم لا الأغنياء ولا الفقراء. هذا ظلم وطغيان وجور. ونعطيو مثال ديال واحد من هاد الطغاة هادو وكيفاش كانت العاقبة ديالو السيئة، حيت هو مشى تسقرم على راسو واعتقد بأنه راه تيتبرع هو. نذكر بذلك الملياردير عدنان خاشقجي، هذا رجل الأعمال الكبير، كان أغنى رجل عربي، كما نشرتنا جريدة معلومة الإلكترونية القصة ديال هذا بقلم أحد الكتاب عمرو أحمد بتاريخ 26/7/2021، تقول كان أغنى رجل عربي على الإطلاق، وكان تيتلقب بقارون العصر، وكان تيسكن ماشي في الأرض، كان يسكن في قصر معلق عبارة على 4 أدوار في ناطحة السحاب. جرى مع واحد الصحافي كويتي سميته الجار الله مقابلة قبل 30 سنة، وتذهل في داك الشيء اللي كاين في داك القصر اللي داير في السماء معلق. هاد الشخص هذا الملياردري، هاد الشخص هذا كان تاجر في السلاح وعنده عدة صفقات أسلحة ما بين الدول العربية وأمريكا، مع علم أن هذاك الباطو ديالو داك اليخت ديالو اللي هي ولات يملك هذا مال الوليد بن طلال الحالي، كان تيملكها عدنان خاشقجي عام 1980. هذا الشخص هذا اللي هو من مواليد 1935 تزوج ولاد العائلة ديالو، باه تعتبر هذا حتى هو من الأثرياء، كل شيء العائلة ديالو من الأثرياء، غير تزوج غير الزواج باش نقربوا حنايا، ما غاديش نقولوا الحياة ديالو كلها، غير الزواج، تزوج الزوجة ديالو الأولانية سميتها ثريا خاشقجي، وطلقها مقابل واحد التعويض ديال المال 548 548، معنى اش؟ جني معنى الى الجنائي الاسترليني اللي درناها بالمسائل اللي هي التقويم المالي المغربي، نقولوا 12 مليار جنيه مصري، وبالمغربيه 6 ديال المليار درهم و 6000 6000 6835 مليون درهم، او 6 المليار و 835 مليون درهم مغربي، هذا غير تعويض اللي عطاه لهاد المراه هادي باش غادي يدي وحده اخرى. كان عنده اكبر يخت، هو كبر من ديال اوناسيس اللي هو مشهور عالميا، وعلى السطح ديالو هذاك اليخت مطار تيوسع الهبوط 4 ديال الطائرات وعدد ديال 610 ديال الملاحين في هذاك اليخت وديال الخدامه. بنتو باش نشوفوا الطغيان في الحق، اشتهت بنتو الايس كريم، الايس كريم اشتهته ديال فرنسا والشوكولاته ديال جنيف، وهو ديك الساعه بهاد الثروه ديالو
قلعت طياره خاصه بكامل طاقمها في رحله لمده ديال 7 السوايع باش تجيب البنت ديال هذا الملياردري، تجيب ليه الايس كريم والشوكولاته، كل هذه الثروه هذه ولاد الاموال الطائله كان تيوزعها على راسو ويصرفها ويبدرها على راسو والهليه ديالو، وتيترفع وتيمتانع باش يساعد ولو فقير واحد او مسكين او مريض او سجين، بل تيبخل على العمال ديالو الفقراء والخدم ديالو المحتاجين، وتيسحبو هو راه بخل عليهم وانما راه بخل على نفسه من خلال القانون الكوني اللي قلنا الايات القرانيه فيه. وكان تيردد العباره ديالو الشهيره، انا ماشي وكيل ديال ادم على الدريه ديالو، وفي الاخر ولا مزلوط افلس افلاسا عجيبا، ولا فقير كاي انسان مغلوب على الامر ديالو. سيقول سبحانه وتعالى في القانون الكوني، وتلك الايام نداولها بين الناس، الاثرياء اللي تتمص الدماء ديال الانسان ديال البشر باش غادي تزيدوا نتوما ثراء ويزيد هو فقرا على فقر، وماشي شغلكم واش غلا رخص الدنيا ولا غلا الدنيا، المهم نتوما تسكنوا في ثراء. وسيتقال ان هذا الملياردير دعا عليه، انظر الى الدعاء، انظر الى الدعاء وهو اكبر سلاح، دعا عليه واحد الراجل مغترب كان تيعمل عنده خدام واحتاج لواحد المبلغ من المال باش يصيفطوا الهليه ديالو في البلاد ديالو باش يداوي الزوجه ديالو المريضه، ومشى تيطلب منه المبلغ ماشي يعطي ليه فابور كمساعده او قرض يتم التقسيط ديالو من الراتب ديالو، يحيدوا ليه من الماندا ديالو الشهريه باش قابلوا هذا الملياردير هذا عدنان هذا، وبخو وسبو ودلو في القصر ديالو وطردو في الليل شر طرده. اش قال لي الخادم المقهور؟ اش قال؟ اش في يديه؟ اش من قوه عنده؟ عنده القوه ديال الله، داك الشيء علاش قال العارفين بالله لا تخف من القوي بقوته ولكن خف من الضعيف لان الله معه. هز يديه للسماء هذاك الفقير وقال اسال الله العلي العظيم، هو تيخاطب هذا الملياردير، الا يميتني حتى اراك ذليلا تمد يدك للناس. تنطلب الله عز وجل العظيم باش ما يقتلني حتى يوريني انت تكون دليل قدامي تتمد يديك للناس. فهل استجاب الله دعوته؟ الله سبحانه وتعالى قالنا وقال ربكم ادعوني استجب لكم. غضب هذا الملياردير من هذه الدعوه هذه، وقام وفصل هذا الخدام هذا كاع من العمل وطردو، هذا وجه ديالو من العمل. ولكن افتقر هذا الملياردير عدنان خاشقجي، وسيد ربي سبحانه وتعالى ارسل ليه الرحمن الرحيم رغم هذا الطغيان وداك الشيء، ارسل ليه واحد من رجال الاعمال الكبار في السعوديه، شرى ليه واحد التذكيره سياحيه من جده للقاهره، وعطاه واحد القدر مالي باش غادي يمشي يكري شي برطمه، وقال ليه يا عدنان انا راه ما تنتفضلش عليك ولكن الله امرني باش ندفع عليك، وكل شهر غادي يجيك هذاك المصروف ديالك مني على البنك ديال الراجحي. واحد النهاريات في القاهره سولاتو مرتو عدنان الملايري اللي كان ما عندوش القس كيفاش باش يحسب الفلوس ديالو، كان عنده هاد الاموال وكان اغنى واحد في هذا العالم. قالت ليه مرتو شنو هي اسوء لحظه مرات بيك في الحياه ديالك، وحكى ليها عدنان القصه ديالو مع هذاك الخدام اللي رفض باش يعاونو باش يعطيه الفلوس وينقصوا ملي من الماندا ديالو باش يمشي يعالج هذاك الخدام المراه ديالو، يصيفط لها الفلوس باش تعالج لان في حاله مزريه. قال وقبل ما نسافر القاهره مشيت لهذاك رجل الاعمال اللي هو تكلف باش غادي يبقى يخلص ليا البريطمه اللي غادي نسكن فيها، ووعدني به فاتصل باحد عامليه باش يحضر ليه المال. وكانت أسوأ لحظه تيقول عدنان خاشقجي عشتها في الحياه ديالي، حيث دخل العامل اللي عطاني داك المال، فقد كان هذاك العميل هو الخدام ديالي اللي طردته وفصلته من العمل ودعا عليا وتنسمع الدعاء وانا تنستبعد هذاك الدعاء بانه غادي يتحقق، ونظر ليا مذهولا هو حتى هو تبهض
مفزوعا حيت شافني وكأنه لا يصدق داكشي اللي تيشوف بعينيه. وشتو خرج مقهور وعينيه تينزلوا بالدموع ومبللة. هذا هو عدنان خاجقجي، أكبر أسطورة في العصر. فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا يا أولي الأبصار، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى منتقم جبار. فالنجاز ديالك يوم القيامة مشروع شخصي، لم تعذر بتقصير الناس. تقول ودي راه الناس كلهم تيديروا وتيديروا العراسات وتيديروا كذا وحسن ندير، ما غاديش غادي انك تعرف تعذر بانحراف المشاهير، انحراف الاثرياء، انحراف المغمورين، وخذلان الاقربين والابعدين. الدنيا ديالك هو اختبار لك انت وحدك يا عبد الله. هي التالي، اعمل لي نفسك واجتهد باش تنجى انت قصد الفوز بالرضا ديال سيد ربي والدخول للجنة بعد المثول بين يديه سبحانه وتعالى في المحكمة الإلهية يوم القيامة اللي عرفنا الإسلام بالقوانين ديالها. وتعرف على هذه المحكمة هذه في الدنيا قبل أن تفاجأ يوم القيامة. أولا الملفات في هذه المحكمة الإلهية يوم القيامة غير سرية. سيقول سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وسيقول سيد ربي سبحانه وتعالى أن في هذه المحكمة الإلهية الحضور تحت حراسة مشددة. سيقول سيد ربي في سورة قاف: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. وفي هذه المحكمة الإلهية الظلم مستحيل. سيقول سيد ربي سبحانه وتعالى في سورة فصلت: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. هذه المحكمة الإلهية ما فيهاش محامي غادي يدافع عليك. تيقول سيد ربي سبحانه وتعالى سورة الإسراء: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذه المحكمة هذه الرشوة والوسطة مستحيلة فيها. تيقول سيد ربي في سورة الشعراء: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه المحكمة الإلهية لا يوجد تشابه الأسماء ولا نسيان شي واحد. تيقول سيد ربي في سورة مريم: وما كان ربك نسيا. هذه المحكمة الإلهية استلم النطق بالحكم باليد ديالك انت، ما كاين شي وسيطة في هذا الإطار. تيقول سيد ربي في سورة الحاقة: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية. هذه المحكمة الإلهية يوم القيامة لا يوجد حكم غيابي فيها. قال تعالى في سورة ياسين: وإن كل لما جميع لدينا محضرون. هذه المحكمة الإلهية لا يوجد فيها نقض أو استناد. يقول الله عز وجل في محكم كتابه في سورة قاف: قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. هذه المحكمة الإلهية لا يوجد فيها شهود زور. قال تعالى في سورة النور: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. هذه المحكمة الإلهية لا توجد ملفات منسية. قال تعالى في سورة المجادلة: أحصاه الله ونسوه. هذه المحكمة ميزان دقيق للأعمال. قال تعالى في سورة الأنبياء: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فهل نتعظ بما أخبرنا الله عز وجل عنه؟ وهل نأخذ العبرة مما نشاهده؟ ها ملايري، ها الفلوس، ها الدنيا، ها الشهرة، ها كل شيء، تا حاجة منفعته. مات واحد الموتة ذليلة وكل شيء المال ما انتفع به هو وما انتفعش به حتى الناس، مشى في الفساد. فلهذا أيها الأثرياء اللي تفتخروا وتقولوا راه عندنا، ما تنساوش خوتكم الفقراء،
ما تنساوش المساكين، ما تنساوش المحتاجين، ما تنساوش الناس اللي هما وسير عندهم بلا ما تدللهم ولا شي حاجه، اعطيهم وعرف راس انت اللي تتوفر راسك، ماشي راك تدير فيه الخير، تدير الخير في راسك. اسال الله عز وجل ان يجعل هذا الكلام بلسما لما في صدورنا وشفاء لما في قلوبنا وجلاء همنا وغمنا، ويجعلنا ممن يوفر للدار الاخره يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. والسلام عليكم ورحمة الله.